زالينجي يا جماعة مدينة عريقة جدا. فالكلام ده قالوا أمس، في ناس قالوا أول أمس وفي ناس قالوا أمس. فجنجويد الرباطة القتلة المجرمين، فقاموا خشوا زالينجي، والوالي المهم هرب فات يا الله الله بقدرة قادر طلعوه الدنيا له. فأنا زي ذكرت لكم قبل اليوم، قلت لكم يا جماعة الناس دي بضربوكم بضربوكم، لكن انتم ما سمعتوا الكلام. طيب قبار عشان نركز يا جماعه، عشان ما نقعد ننتهي. ده الزول اللي حجم زالنجي، شايفين يا جماعه اسمه علي يعقوب. علي يعقوب ده اكبر جنجويتي رباطي قاتل غزر مجرم مغتصب. الان احتل بيت الوالي، واحتل امانه الحكومه، واحتل المدارس، واحتل المستشفيات، واحتل اسمه المحكمة، واحتل بيت الضيافة. الآن الزول المجرم ده اسمه علي الياغوب ده، الآن يعني استلم زالنجي بالكمال والتمام. استلم زالنجي يا جماعة، ضربوا الجنينة، الآن ضربوا زالنجي، استلموه عديل في يدهم. بكرة هيمشوا نيالة، بعد بكرة هيمشوا الفاشر. ما تقول لي ما جايينك في الفاشر، ما تقول لي ما جايينك في الفاشر، هيجوك في الفاشر، هيجوك. واهل دارفور بيتفرجوا، ونحن لما نجي نتكلم في مني اركم من ناوي، الناس ينفخوا قضامينهم كده زي سيد الكيتر. فالناس تعمل شير يا جماعه. انا طبعا الفيديو هنا ما ظاهر معايا عدد الناس قدر شنو، فانا داير اركز ذاته ما يقعد عين تحت كله دقيقتين. الفيديو هنا عمل معي 1500، ماشي زي نقاط المطر. طيب شفتوا الزول ده يا جماعة؟ طيب أنا ما عندي مشكلة حبيبنا، الله يرضى عليك. الجنجبيل أنت ما تفرح، أمشي أسأل الجنوبين. الحكومة السودانية كان الجنوب، جنوب السودان ده كان في يدها حكومة، ما عنده الحكومة السودانية بطيران وبحاجة. حصل توافق بتاع سلام بينه وبين جنوب السودان، انفصل الجنوب. أي زول عسكري تابع للشمال هنا رجع البلد دي، موضوع انتهى، بسيطة جدا. ما بتقدر تجي تقول أنا خلاص استلمت الجنينة، والليلة استلمت الزالنجية، كان استلمت دارفور ده كله قاعد فوق. في أنت كنت قاعد في 18 ولاية، الليلة بقيت في ولايتين بس ولا ثلاثة ولايات. انت كنت قاعد في 18 ولاية، 16 ولاية ردموك منها، ما خلوا لك نفق النار. جنجوي انت موضوع مستحمي، ما تفرح. انت تجي تتلموا وتندقوا لو تكملوا، فما تجي تقول انا ما ممكن البشر ذي كلهم يخلوا لك الوطن. شايف الخواجر العيون الخضر ده، انا الرقعة الجغرافية حقي لو فصلتها انت ما بتقعد فيها تاني. بردمك بطيران بميج براجمات بأي حاجة بشيلك برا، ما عندك أي حاجة، ما عندك علي وعلى عداي. ده وطاطي أنا، أنت ما عندك فيه حاجة. ده بورك وب أنت ما عندك، أنت ما جزء من المحلة دي. فلو قدرت تحترم نفسك مثلا، حاسس الناس تجوا في الاتحاد الأوروبي، لو احترمنا نفسنا هنقعد مع الفرنسيين، لو قلينا عدبنا بردمونا لما نتكيف. طيب طويلة وكتم أيضا سقطت. طيب في واحد قال لي طويلة وكتم أيضا سقطت جدا، وجايكم 1 by 1. عشان كده أنا قلت لكم ما في حاكم بتاع إقليم، زول ده حاكم الفاشر بس، قاعد في الفاشر بس، وبرضه برضه ما في الفاشر، لأنه من الكلمتين ولا الثلاثة كلمات اللي قالهم ده بيجايك جاي. طيب نخش في الخطاب بتاع البرهان يا جماعة بعجالة شديد. البرهان قال استنفار لكل الشعب السوداني إنه يحمل السلاح ويردم الجنجويد، ولا ما كده؟ البرهان قال الشعب السوداني ده كله يشيل سلاح ويحرر وطنه، صح ولا ما صح؟ طيب 1800 نفر، كويس 1800 نفر. طيب ده البرهان قال الكلام ده. طيب انا شخصيا كاحمد كسر معاه الخطاب بتاع البرهان ده، انا معاه ولا ضده؟ انا معاه في الخطاب ده، انا معاه نسبة 60% في خطابه اللي قاله ده، رغم انه جاء متأخر، لكن انا معه في البرنامج ده، لكن برضه عندي تساؤلات، لانه انا ما غنى مايا، انا ما قطيع، انا ما في دول بخمني بالخلا ساكت. عرفت كلامي؟ انا لازم عندي تساؤلات اسأل البرهان. اول حاجة ردوا لي في التعليقات، البرهان قال
استنفار استنفاره ده شعب السوداني كلهم كده يشيلوا سلاح ولا قضام المحاربين. اكتبوا لي تيجي يا جماعه نمشي واحده واحده وان باي وان نفكك الشغل ده. استنفار بتاع اي ذو قادر لحمل السلاح ده كل الشعب السوداني القادر لحمل السلاح يشيل السلاح يعني باعتبار المواطنين ولا قضام المحاربين والناس المعاشين. اكتبوا لي يا جماعه اكتبوا لي عشان نفكك الشغل ده نمشي قدام. وان باي وان نفكك لك واحد واحد ما في دول بسوقنا بالخلط. طيب في ناس قالوا كل الشعب كل الشعب صح؟ كل الشعب إيه؟ تمام اتفقتوا يا جماعه قضام المحاربين ولا كل الشعب؟ كل الشعب. طيب اذا كان ناخذ راي الناس الثلاثه والاربعه نفر اذا كان كل الشعب نحن من هنا نأيد القرار حقه ده ونحمل المسؤوليه لناس الخرطوم القاعدين في الخرطوم. يعني ناس الخرطوم هو السلام عليكم انتوا الناس القاعدين في الخرطوم الخرطوم دي حقكم انتوا غرابتكم ونوبتكم وعربكم الشماليين انتوا الخرطوم دي حقتكم. الخرطوم قالوا فيها 5000 في ناس قالوا فيها 7000 خلينا ناخذ بال 5000 اذا كان ال 5000 5 مليون مش 5000 5 مليون ال 5 مليون ديل طلع المليون ديل مشوا من الخرطوم فضلوا 4 مليون ال 3 مليون ديل عجزه واطفال ونساء باقي كم؟ مليون سلهوا المليون ده من النوبه والشماليين والغرابه. اذا معناته نحن ساهمنا معك صح؟ ساهمنا معك ولا ما ساهمنا معك؟ ادون مليون قطعه بندقيه يحرروا الخرطوم. اما نحن باقي الولايات سلمونا نحن ادونا السلاح ننظف لكم من ورا. ده مش طلبنا ذاته نحن طلبناه قبل اليوم والبرهان رفض وقلنا له ادينا السلاح في الجنينه حاصرونا وحاصرونا لما ضربونا وطلعوا ميتين ابو هنا بعد ده حس القرار حقه ده جاء في النهايه انه استنفار لكل الشعب السوداني. نحن ما بنقف ضده ولم نقف متاريس في الحته دي رغم خلافنا معه وانا عندي معه كلام تمام لكن خليه يسلحنا نحن في الولايات. كيف يا جماعه؟ اكتبوا لي يا جماعه عشان نفكك الشغل ده شويه شويه واحد واحد. الناس قالوا عامة الشعب اذا قالوا العسكر معليش القضامة لكن الناس قالوا عامة الشعب هي معناته من حقنا ان احنا يسلحنا في اقليم دارفور. اي دارفوري اسمع الكلام ده كويس تبلغ القياده بتاع الجيش لكن لو قال تشيل سلاحك وترجع بيت امك. لكن لو قال لك انت تقعد يعني معاهم في المؤسسه انه البرهان يديك تعليمات اوعك تدقس اوعك. انا بنصحك على جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور لو البرهان قال لكم تعالوا خشوا الجيش ما تخشوا الجيش شيل سلاحك وامشي دق الجنجويد من الجنينه من النياله من الفاشر من زعلنجية طلعوه من المناطق ده. اما ناس الخرطوم الخمسة مليون مليون واحد بس خليه يسلهم ها الناس الاقوياء وانتم الخرطوم دي مع الولايه صح نظفوها نظفوها جد عبد الرمان بحري الصالح الميم كله شت خرطوم كله شرق وغرب نظفوه ما في زول بيجيكم ما في زول بيجيكم ابدا. ويا زول داير يمشي عشان يبقى عسكري ده مشكلتك حاجه بترجع لك. انا ارجيكم شويه انا دارفور ورا شويه تتذكروا لما الدعم السريع وداكم والجيش فتح لكم مراكز واول طلقه حمدتنا من ضربها هل حصل لكم شنو؟ حصل لكم شنو؟ جيتوا شايلين بقدكم زي ده في راسكم كده حتى في ناس كتر خيرهم في الخرطوم جابوكم كده يعني كله 10 نفر ادوكم فته بشده مجدو لما عيونكم خشه جوا تتذكروا البشره الناس ماشيين كده وانتم ما عارفين ذاته في الخرطوم نفسكم ماشيين وين؟ بيمشوا كده كداري مسافه 5 ساعات بيقوا في الواطات من امه بجي زول رهيب بدي اكل ياكل. ما في زول من دارفور او من جبال النوبه او من النيل الازرق يخش في الجيش مع البرهان الوسخ برهان الكلب برهان التافه برهان الجنجويد برهان الرباطي الليله سلم زالنجي بريده سره على خيط للجنجويد. زالنجي سقطت طويله سقطت كتم سقطت الجنينه دي الاربعه ولا خمسه مدينه اربع مدينه في يد الجنجويد تماما. طيب الجنجويد دي لو نحن ما اديتنا السلاح يا برهان السلاح اللي طلبناه ده ما اديتنا حمينا هنا طيب من 200 بعد يبقوا 5 مليون ولا بعد يبقوا 10 مليون طيب انت هسه الاف الجنجويد اللي قاعدين في الخرطوم ما قادر تطلعهم الليله واحده واحده وان باي وان لو ده تمشي دي حاجه بترجع لك. انا ما بقول لك ما تمشي لكن انا بنصحك البرهان العساكر اللي شغالين في الجيش بديهم تعليمات وبقول لهم كمكوت
ما تمشوا المناطق الفلان الليله لما الجنجويد يقبضهم زي ده يعمل لهم كم ماشي زي ده يقبضهم بعد يقبضهم يطلعوا كلهم نوبه وغرابه. كلام فاضي كلام فاضي. الليله الاساكر دي لما في الاحتياط قبضوهم شفت زي السواسيب خشوا الاحتياط دي كلها. يقول لك لا لا والله الجيش عنده خطه استراتيجيه ينسحب ده يجي يخشوا وبعدك يردمهم بالطيران. لا لا هم اسمهم دعم سريع بجوا كف 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 بقبضوا الجماعه بصوروا بيشيلوا الذخيره بيشيلوا اسلحه بيمكنوا نفسهم بفوتوا.